للأسف عيست وأنا أقول أن سوق الجمعة لازم تكون هناك عليه رقابة. إيش لقوا في سوق الجمعة؟ أختام منه؟ أختام وزارة؟ أختام مؤسسة؟ لقوا في سوق الجمعة أختام الديوان الأميري. لا تقول مستحيل أبو أحمد. نعم، أختام الديوان الأميري تباع في سوق الجمعة. أختام الديوان الأميري تباع في سوق الجمعة ويشترونها الغير كويتيين. ما تصدقوني؟ شوفوا التقرير. هذا اليوم اللي لقيته بسوق الجمعة، وهذا سوق الجمعة قدامكم هنا. هذا اليوم يوم الثلاثاء، وهذا ختم اللي لقيناه، هذا هني الديوان الأميري، هذا الختم الأصلي، وهذا هني ختمنا فيه ديوان أميري، وهذا هني الختم هذا هذول حق ناس ما نبي نبين أساميهم يشتغلون بواحد منهم عضو مجلس أمناء متحف سيارات التاريخية، والثاني رئيس قسم المتابعة، والثالث رئيس قسم المتابعة، وهذا الديوان الأميري. نقول هذه الأسرار لما تطلع برا تصير مشكلة، وهني عندنا مشكلة في ناس يلقطون الملابس العسكرية، لهم كويتيين وما نعرف من وين، سوريين وعراقيين وداعش يلقطون ملابس عسكرية، وبلغنا وزارة الدفاع والداخلية الأشخاص هذول. مع الأسف ما أدري منو اللي قايلهم جمعوا وودوا المخفر. من يقول إنهم ودون المخفر؟ في شغلات سرية تلقاها بالمخابي يأخذونها ما يندرى، مباشر يطلع لنا داعش قريب هني. مع الأسف هذا احنا اللي أنا لقطة أوديه هذول ما يندرى، مع الأسف لا هم كويتيين وشي عراقيين وسوريين، هذا اللي أنا أقوله. لهذه الدرجة من الإهمال مخططات وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، القوة العسكرية البحرية، وصلنا لأختام الديوان الأميري تباع في سوق الجمعة؟ من المسؤولين في الديوان الأميري عموماً.